معاناه لا فيريتي. بعدا خصنا نشكروا اللعابه حيت اللعابه كانوا رجاله وشتهم كيفاش قاتلوا ولا بريسيون اللي كانت عليهم قاصحه لا بريسيون من عندنا حنا نكسب من عند الجمهور من عند الفرق الاخرين الحمد لله كانوا رجاله داكشي كنتمنوا منهم ومازال باقيين 9 8 ماتش كان اداء 6 9 يوم باقي 3 ماتشات حنا غنتسناو الماتشات يكونوا كلهم بحال هكا التحكيم مالوغوزمون يو كيلكو زيغور مي سي كو دي زيغور الحمد لله انه ما اثرش على النتيجه. صعود صعود ان شاء الله حيكون صعود ان شاء الله صافي سي لعب كتهدي واحد الفوز هذا قول لي البركه اش نقول لك كندير جماعه محمديه جماهير اللي ساندونا من اول مقابله من اول مقابله لاخر مقابله وكنهديو لهم هذا الفوز ان شاء الله وكنقول لهم كنقول لهم استناونا ان شاء الله الشباب المحمديه بريمير ديفيزيون ان شاء الله ان شاء الله. بعدا اول حاجه كنهني اللعابه على الروح القتاليه ديالهم رغم تاخر في النتيجه الله يعطيهم الصحه تبارك الله. كنهنوا الدراري كاملين ديال الشباب المحمديه ومبروك علينا بهذا الفوز هذا ان شاء الله وهذا هو الفوز ديال الطلوع ان شاء الله يا رب. ضروري وتيقين في الدراري ومثبتين حتى 90 دقيقه والحمد لله جاب الله التيسير. شكرا يا جوال. حقيقة الفوز مستحق لنا فريق الشباب المحمدية كنظن بأن اللعابة كيستحقوا هذا الفوز هذا وكنظن بأن فوز مهم على الفريق المطارد فريق راسك البيضاوي. كنشكر جميع اللاعبين والطاقم والإدارة وكل شيء يعني كل شيء يعني كان ساهم في هذا الفوز هذا ونتمنى من الله الاستمرارية حتى الصعود للقسمطين الأول إن شاء الله. اليوم شباب محمدية يمكن نقولوا بينات على النيه القويه باش ترجع للمجد ديالها والمكان الطبيعي ديالها. اليوم مقابله كانت ديال 6 نقاط قدرنا نجيبوا ربحها من خارج الميدان وهذا مؤشر ايجابي جدا اننا ان شاء الله غادي نصارعوا وبجديه كبيره على البطاقه التصعود ان شاء الله. كاين وقت غير في المستوى البدني اللاعبين ولا كيديروا 90 دقيقه بقاش ديك الخطا. ايوا الحمد لله على المستوى البدني المجريات المقابله خلاتنا نتاكدوا ان اللاعبين ديالنا جاهزين باش ياخذوا 90 دقيقه واحد المستوى عالي والدليل هي 20 دقيقه الاخيره شفنا فرق شاسع بالنسبه للاعبين ديال الراك والمساله اللي خلاتنا نهزوا الريتم ونفصلوا في عده نزاعات ثنائيه وفي محاولات باش نشرح لنا الملابسات ديال هادشي اللي وقع اليوم. بالنسبه لنا حنا ملي كتسالي المقابله كندخلوا كمكتبوا السير كندخلوا عند اللعابه ديالنا فكنتفاجئوا اليوم قال لا ما تدخلوش ما تخليكمش تدخلوا ودي الله يهديكم راه حنا عندنا لي باج ديالنا خمسه ديال الناس المكتب انه حق يدخل لا ما تدخلوش لا ما تدخل اللعاب ديالنا راه بلاصه حتى هويا كان طالع التريبيون ما خلاوش يدخل. شوف ما عرفتش الكره فين غادا ما عرفتش الكره فين غادا حنا ديما ما نقدرش نقول لك ما بان لي بحال دخلات ولا ما دخلاتش ما نقدرش نقول لك ضربه جزاء ما نقدرش نقول لك هذا الشيء كيبقى تنعاود نشوفه الا كان في مسجل في التلفازه ولكن بالنسبه لهاد في الاخر في الصراحه والله العظيم حتى في الانتصار هذا ما فرحناش به يعني بقينا يعني لكم الانتصار المستحق. شكرا شكرا قبل تسير قبل تسير شكرا 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 ندخلوا غنفيليسيتيو لي جوار ديالنا قال لك لا ما تدخلوش علاش هذا الماتش هذا شنو قال لك هذا باش تدخل التيران ما عندكش دخلت بالفيسير ما عمري شفت هذه القضيه هذه كيحرك الدواليب ديال هذا الشيء ما فهمناش حنا ما نقدروا نتهموا حتى شي واحد المهم حنا تندويو على مسألة قانونيه المكتب عندهم خمسه ديال لي باج خمسه باش يدخلوا الفيسير يدخلوا التيران قلنا لهم ما تدخلوش بالتيران ما تدخلوش مشيو غير الفيسير حنا بغينا نهنئوا اللاعبين ديالنا قال لك لا ما تدخلوش حتى واحد ما غادي يدخل ما فهمناش شكون اللي حرك هادشي شكون اللي دار هادشي علاش واش هادي راه كره هادي راه ممكن 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 ما ندوش الاخطاء التحكيميه راه كاينه الكاميرا راه الحمد لله كاينه الرياضيه راه شافوا اللقطات غيتعاودوا كره الاولى دخلات بيلانتي كاين الحمد لله جاب الله التعادل جاب الله الرباح حنا بغينا نمشيو لهنا رابحين ناشطين ما غادي واحد مار بالكره كلشي داز بخير وعلى خير جينا حتى الاخر قال لك لا ما غادخلوش من تما كسيروا في حالاتكم واش لمستوا شي تشويش منذ بدايه المباراه؟ ما شوف حنا
حنا ما بغيناش ندخلوا في الحيتيات ديال هذه المباراه هذيك. عندها واحد الاهميه، عندها واحد الحساسيه، عندها واحد بالنسبه للمقابلات اللي باقيين غادي هي غتحكم على شكون غادي يطلع بواحد 60 ولا 50%. ما بغيناش ندخلوا في هذه الحيتيات هذو، ولكن هنا حنا استقبلناهم عندنا، ترحبنا بهم، دازت المقابله بخير، ما دوينا ما والو، داو التعادل ديالهم هنا. هنا جينا دينا الربح، ما عجبهمش الحال، ما غادي نقولوا والو، ولكن المهم هادشي اللي تعاملوا معنا ماشي رياضي. شكرا.